أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية جديدة عبر النيل مباشر، ومعنا اليوم ملف واحد. شكري يؤكد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العربي حول سوريا أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية. تبنى وزراء الخارجية العرب بالإجماع قرار عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية بعد أكثر من 10 سنوات من تعليق عضويتها، حسب ما أعلن متحدث باسم الجامعة العربية. جاء القرار خلال جلسة مغلقة ضمن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية. ويناقش المجلس على مدى جلسات اجتماعه اليوم 3 موضوعات تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا والوضع في السودان والمستجدات على الساحة الفلسطينية. وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية. الأزمة السورية إنه لا حل عسكريا لها، وإنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات أذانا صاغية. ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق أماله المشروعة في غد أفضل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، بعد التحية، هل انتهى الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب في دوراته غير العادية أم لم ينتهي بعد؟ وهل هناك من معلومات تم تسريبها حتى الآن بشأن ما تم التوافق عليه ضمن هذه الجلسة المغلقة؟ تحياتي لك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذه الجلسة تعتبر من أهم الجلسات التي تشهدها الجامعة العربية حول مناقشة قضية مهمة، وهي عودة سوريا إلى مقعدها الدائم بالجامعة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، وذلك على أثر ما تابعناه من أزمة من فعاليات الأزمة التي استمرت على مدار السنوات الماضية. مناقشات اليوم داخل أروقة الجامعة العربية شهدت تفاعل من قبل وزارة الخارجية العرب لعودة سوريا كلاعب رئيس في دعم القضايا العربية في مختلفها. وكانت هناك وفقا لإعلان الجامعة العربية والذي تابعناه على شاشة النيل الأخبار بأن ستبدأ سوريا من خلال وفودها المشاركة في فعاليات الجامعة العربية من يوم 7 مايو أو من بداية من اليوم، في مشاركة في كل الفعاليات التي تخص الجامعة العربية على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك ما تابعناه من مناقشات كانت بالأمس من اجتماع على مستوى المندوبين، والذي شهد شبه توافق بين المندوبين الدائمين لعودة سوريا للملف الرئيسي، وخاصة وأنها بعد أيام سنشهد انعقاد للقمة العربية في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن أن تشارك بها سوريا، وذلك وفقا للقرار الذي أصدرته الجامعة العربية اليوم. بطبيعة الحال اجتماع الطارئ الخاص بسوريا اليوم يشهد كذلك مناقشات لعدد من القضايا، منها القضية السودانية وكذلك القضية الفلسطينية. بطبيعة الحال هناك تفصيلنا نصف ساعة تقريبا أو ساعة لعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري للإعلان عن تفاصيل عودة سوريا إلى مقعدها الدائم داخل الجامعة العربية، وكذلك التوافق العربي حول هذا الملف المهم، وكذلك التفاصيل الخاصة بعودتها وكيفية عودتها ومشاركتها في عدد من الملفات، سواء ملف الإرهاب وكذلك ملف اللاجئين وكذلك الملفات الاقتصادية، خاصة وأن المجتمع السوري شاهد على مدار السنوات
السنوات الماضية أزمات اقتصادية أدت إلى تأخر التنمية المجتمعية، مما ستسهم فيه الجامعة العربية في المرحلة القادمة من خلال دعم الملف السوري للتنمية الاقتصادية. نعم، شكرا لك منذر أبو دوح، وسنتابع معك فعاليات المؤتمر الصحفي وما سيكون فيه في خدماتنا الإخبارية وحتى يحين موعده. شكرا لك منذر أبو دوح، كنت معنا مباشرة من مقر جامعة الدول العربية. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد حرص مصر على تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية، انطلاقا من إيمانها بضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية وتفعيل الدور العربي القيادي لحل قضايانا بأنفسنا والنأي بالقضايا العربية عن الاستقطاب العالمي. وتولي الدول العربية أولوية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطلاقا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية وبضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات، وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى حفاظا على مصالحنا المشتركة وأوطاننا وأمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أهلا بك. اهلا بك يا فندم، ازي حضرتك استاذ؟ اهلا بك دكتور. يعني بعد ما تم اعلانه من اتفاق وزراء الخارجيه العرب في جلستهم المغلقه اليوم على عوده سوريا الى مقعدها الدائم بجامعه الدول العربيه، على ما يؤشر هذا القرار العربي بعوده سوريا الى مقعدها الدائم في الجامعه العربيه؟ طبعا، يعني هو قرار تاريخي بكل ما تحمل الكلمه من معنى، قرار تصحيح لخطا استراتيجي اتخذ منذ اكثر من 12 عام باستبعاد سوريا من الجامعه العربيه. كل المؤشرات يا استاذ شهاب كانت بتؤكد ان عوده سوريا الى الجامعه العربيه اصبح مساله وقت وامر واقع، وان الغاء تبنيد عضويتها ستكون نهايته اليوم في ظل وجود توافق عربي كبير على ضروره اتخاذ هذا القرار، خاصة بعد إدراك الكثير من الدول العربية أن هذا القرار أصبح غير مجدي وأصبح لازما أن تعود سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية. وبالتالي أرى أن اتخاذ هذا القرار سيصب في الصالح العربي، سيصب في العمل على حلحلة الكثير من القضايا التي لابد أن يتم تصحيحها، في ظل أننا نرى أن الأوضاع بشكل كبير في داخل سوريا تحتاج إلى المجهود الكبير جدا في حلحلة المشهد المعقد سواء داخليا أو خارجيا. وأرى أن القرى الآن أصبحت في يعني الملعب السوري الذي عليه أن يقوم بتنفيذ الكثير من الإجراءات التي تكون دافعة لتعزيز العلاقات العربية السورية وعودة الأمور مرة أخرى إلى طبيعتها. من أهم طبعا هذه القرارات اتفاق على آلية لعودة النازحين واللاجئين السوريين إلى الداخل السوري مرة أخرى، أيضا تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووضع دستور جديد للدولة السورية والعمل على توحيد الموقف السوري، في ظل أن هناك رغبة عربية متزايدة للحفاظ على وحدة واستقرار الدولة السورية، وإدراك كبير أن الحل العسكري في سوريا لا يمكن أبدا أن يكون هو الحل الناجع الذي من الممكن جدا أن يكون بسببه تفكيك للمشاهد المعقدة في الداخل السوري. في رأيك دكتور حامد، ما الذي تحتاجه سوريا الآن من الدول العربية في هذا الوقت حتى تستطيع أن تتجاوز المشكلات التي توجد لديها، سواء من عودة اللاجئين أو النازحين إلى مواقعهم، أيضا مساعدة سوريا على حل الأزمة الإنسانية التي تعيشها خصوصا بعد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها سوريا في السنوات الأخيرة جراء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات؟ يعني بمنتهى الموضوعية، سوريا تحتاج إلى الكثير والكثير من الإجراءات، سواء سياسيا سواء اقتصاديا سواء اجتماعيا، للعمل على حلحلة المعقد
في الداخل السوري. سوريا التدخلات الخارجية في شؤونها أثرت بشكل كبير جدا وجعلت هناك مشكلات مركبة في الداخل السوري. نحن نتحدث عن وجود قوى غربية احتلال الشمال السوري بشكل كبير جدا، وبالتالي تنسيق المواقف لابد ان يكون دافعا، تنسيق المواقف العربيه والعمل على ايجاد موقف قوي عربي موحد لحفظ واستقرار الدوله السوريه سيكون على راس اولويات الجامعه العربيه والقمه العربيه القادمه، في ظل ان احنا شاهد بنشهد وجود 7 قوى على الارض السوريه، سواء روسيا، سواء الولايات المتحده، سواء ايران، سواء تركيا وغيرها من القوى. وبالتالي ارى ان لابد من إيقاف الملعب السوري الذي كان يعني هو مسار تجاذبات لقوى دولية وإقليمية كبيرة، وهذا لن يحدث إلا من خلال التنسيق والتوافق وأن تكون هناك إرادة سياسية من الحكومة السورية ومن الرئيس بشار الأسد للتعاون العربي. ايضا فيما يخص الازمه الاقتصاديه لابد من اعاده اعمار سوريا والعمل على ان يكون هناك دفع للاستثمارات العربيه في الداخل السوري كي تتغلب سوريا على ازمتها الاقتصاديه الكبيره، خاصه بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي والذي راح ضحيته من الاشقاء في سوريا اكثر من 5000 شهيد. وبالتالي ارى ان الاوضاع تحتاج الى وجود تنسيق عربي وبلوره موقف قوي عربي موحد وانشاء تكتل سياسي اقتصادي تجاري امني لدعم المنطقه العربيه، في ظل ان احنا بنشهد نوع من انواع التماسك العربي في الفتره الاخيره، وبنرى ان الحلول العربيه لاول مره حلول القضايا العربيه يتم بايدي عربيه، ودي نقطه جوهريه ومهمه جدا. وبالتالي ارى ان كل المواقف فيما يخص الدعم السياسي والدعم الاقتصادي وايضا الجزئيه الهامه التي ايضا اثارت حفيظه الكثير من الدول العربيه واكدت عليها الدول العربيه في اجتماعها اليوم، وهي الجزئيه الخاصه بالمخدرات، لان هذه الجزئيه تهدد الشباب العربي في ظل ان سوريا تحولت في وقت من الاوقات الى مناطق رخوه امنيا وانتشرت فيها العصابات الخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، وده سيكون نقطه همز في كيفيه دعم النظام السوري للقضاء على هذه البؤره الاجراميه التي تؤثر بشكل كبير على المجمل العربي. وبالتالي المواقف العربيه تحتاج الى كثير من المسانده، ايضا فيما يخص مكافحه الارهاب بعدما استقرت العراق نوعا ما ووجود حكومه جديده، ارى ان سوريا عندما تستقر سيتم القضاء بشكل كبير على التنظيمات الارهابيه، وهذا ما نريده في المنطقه العربيه من استقرار الاوضاع في الفتره القادمه للعمل على يعني تدشين السوق العربي المشترك ويكون هو يعني نواه حقيقيه فيما هو قادم. وزير الخارجية سامح شكري أشار في كلمته إلى يعني موقف مصر وأن تكون هناك حل عربي للقضايا العربية أو الحلول العربية للقضايا العربية، في رأيك إلى أي مدى هذا المبدأ طبق ونجح من قبل في أزمات عربية، خصوصا أننا في كل الأزمات العربية في السنوات الأخيرة كانت الأزمة التي توجد في دولة عربية نرى فيها تدخلات إقليمية ودولية من أطراف غير عربية، وهذا كان يسبب يعني انتقادات للدول العربية التي لا تقوم بالدور الكافي والتأثير الكافي في مشكلات عربية صرفة، ومن ثم كان يسمح لأطراف إقليمية غير عربية ودولية بالتدخل، آخرها في السودان ووجود أطراف غير عرب يشاركون أطراف عربية في المساعدة في حل الأزمة السودانية. يعني سؤالك مهم جدا وليه عدة دلالات مهمة جدا يا استاذ شهاب. اولى هذه الدلالات ان لاول مرة يتم الحل العربي بدون ان يكون هناك تدخلات من قبل القوى الغربية لاتخاذ قرار يخص الأمة العربية، ودي نقطة جوهرية جدا لابد ان نضع تحتها 1000 خط، لان دلالة مهمة ان المنطقة العربية والقوى العربية قادرة على حل مشاكلها بنفسها بعيدا عن التدخلات الخارجية التي دائما وأبدا ما كانت وبالا على الأمة العربية، وده اللي أكد عليه مرارا وتكرارا الرئيس السيسي في كل خطاباته أنه لابد من إيجاد حلول عربية لمشاكلنا العربية. وآخر هذه التصريحات التي تتفق مع ما أقول تصريحات القيادة السياسية المصرية
المصريه فيما يخص الازمه السياسيه في السودان، من ضروره ايجاد حل سوداني سوداني. وايضا ليس هذا بجديد على القياده السياسيه المصريه التي اكدت في 6/6/2020 على ضروره ايجاد حل سياسي ليبي عندما طرحت المبادره الليبيه. والان يتم التوافق على ايجاد حل للازمه السوريه بايادي عربيه، ومعنى ده ان الامه العربيه قادره على ان تكون امه قادره على تغليب مصالحها بعيدا عن مصالح القوى الدوليه التي دائما وابدا ما تتدخل في الدول العربيه لاطاله امد الصراع والعمل على تدوير القضيه، ثم بعد ذلك تحقيق مصالحها من خلال انهاك الاطراف المتصارعه في الداخل العربي لاي دوله ما، ثم بعد ذلك الانقضاض على هذه الدوله لنهب ثرواتها. وده لابد ان نقف امامه رؤيه العين الان، من ان القوى العربيه ووجود قوى عربية قادرة على لعب أدوار مهمة وحاسمة في المشهد العربي. قوى عربية كما أشرت دكتور حامد، هناك من كان ينظر إلى سوريا، أو في رأيك هل سوريا قبل خروجها من جامعة الدول العربية وما كانت محسوبة عليه قبل ما يسمى بالربيع العربي أو الثورات التي كانت اندلعت في عدد من الدول العربية، كان يشار إليها أو توصف بأنها، طب عذرا للمقاطعة دكتور حامد، مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى جامعة الدول العربية بالقاهرة لمتابعة المؤتمر الصحفي أو هذه الجلسة التي تعقد الآن هناك، وتوافق الإرادة على أهمية تكثيف الجهود العربية لوضع حد للتفاقم تلك الأزمة. تود مصر في البداية أن تعرب عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية، والتي تتفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي يعاني منها السودان على مدار سنوات عدة، كما تؤكد استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مسار التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني، كما تؤكد على قلقها العميق من استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار المتتالية على النحو الذي يهدد بتدهور متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان، الأمر الذي يعلي من أهمية تضافر كافة الجهود العربية في سبيل إعلاء مصلحة الشعب السوداني ووقف الأعمال العدائية والمسلحة الجارية، واللجوء إلى الحوار لمعالجة جذور الأزمة وحل الخلافات التي ساهمت في اندلاع الاشتباكات. إن مصر بما لديها من تاريخ وروابط سياسية واقتصادية وإنسانية متجذرة مع السودان، حريصة كل الحرص على حقن دماء الشعب السوداني وعودة الاستقرار والهدوء له، وتدعم كافة الجهود اللازمة لإيجاد حل سوداني مدعوم عربيا يضمن الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع أزمته الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا. وضرورة أن تتسم أي عملية سياسية في السودان بالشمول في تناول الملفات الشائكة والمتشابكة، كما تشدد مصر في هذا الإطار على وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان وعدم تعرضها للخطر الانهيار وحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين، وبحيث تجنب جميعا داخليا في السودان وكذلك إقليميا ودوليا تكرار معاناة التجارب المزعزعة للاستقرار والسلم والأمن التي شهدناها ولا تزال في دول المنطقة. ومن هذا المنطلق قامت مصر بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة السودانية والإقليمية والدولية على مستوى كل من مسؤولي الدول والمنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الحالية، كان آخرها الاتصال مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع لمساعدة السودان في الخروج من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار. السادة الحضور،
لقد استقبلت مصر بكل ترحيب منذ بداية الأزمة أكثر من 57 ألفاً من الأشقاء السودانيين، فضلاً عن مساهماتها في إجلاء أكثر من 4000 مواطن أجنبي، فضلاً عن الرعاية المصريين بما يتجاوز 6000. الأمر الذي يعكس جنباً هاماً من جوانب الأزمة وآثارها الإنسانية المرشحة للتفاقم حال استمرار التردي في الأوضاع في السودان الشقيق. لذا فإنني من هذا المنبر أجدد التشديد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان وضمان الالتزام به، وبما لا يقتصر هدفه على الأغراض الإنسانية، وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق. كما أؤكد أن دقة وخطورة الوضع الحالي في السودان وما قد يكون له من تداعيات إقليمية يحتم على كافة الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها دولنا العربية أن توحد جهودها ومساعيها لمنح الثقل المطلوب للتحرك الجماعي الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والاشتباكات العسكرية بما يكفل العودة إلى الحوار السياسي في السودان وتجنب الانزلاق إلى وضع أمني أكثر سوءا وأشد خطورة على السودان وشعبه وعلى دول جواره ومحيطه الإقليمي. ختاما أثمن مجددا جهود الأمانة العامة والدول الأعضاء، وأجدد الإعراب عن ثقة مصر في أن هذا الاجتماع سيخرج بخطوات عملية تحمل بصمات إيجابية على مسار العمل العربي المشترك بما يرقى إلى تطلعات الشارع العربي في مواجهة تحديات الأزمة السودانية الحالية. وفي ختام كلمتي اسمحوا لي بالتوجه بالشكر مجددا إلى معالي الأمين العام وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية الدول العربية الشقيقة على تلبيتهم لهذه الدعوة لعقد هذا الاجتماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام ليتفضل. شكرا الأخ العزيز سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. أصحاب المعالي السادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، سيدات والسادة، نجتمع اليوم في ظل وضع غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، فقد صارت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 15 إبريل الماضي ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وألاف الجرحى وتدفق عشرات الآلاف من النازحين ومثلهم من اللاجئين إلى دول الجوار فراراً من جحيم هذه المعارك وبحثاً عن غذاء شح وارتفعت أثمانه ودواء مفقود ومستشفيات لم تزل تعمل بالرغم من شبح انهيار النظام الصحي برمته. 23 يوماً من المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم وأربع سنوات قبلها منذ إبريل عام 2019 من التناحر السياسي الذي حال دون التوصل إلى آليات انتقالية مناسبة متفق عليها تسمح بتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والإزدهار على الرغم من تعدد المساعي المبذولة عربياً وإفريقياً ودولياً لتوفيق وجهات النظر. وقد أطلقت مناشدة في 19 إبريل الماضي لوقف إطلاق النار في أيام العيد وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة وذلك في بيان إنساني خالص. ومع الأسف لم تنجح المناشدات ولا الهدن السبع المتتالية حتى الآن في حقن الدماء ووقف المعارك وسمحت بصعوبة بالغة في فتح ممرات إنسانية لنزوح عشرات الآلاف من السودانيين وعمليات إجلاء للرعايا العرب والأجانب قامت بها مشكورة دول عربية عديدة بالتعاون مع السلطات السودانية المختصة. لقد شاركت الجامعة العربية في اجتماعات
مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الأزمة السودانية يوم 20 إبريل وأيضاً يوم 2 مايو، وهي منظمات ينتمي إليها السودان ومعنية كذلك بالمساهمة في معالجة أوضاعه. وأكدت الجامعة العربية في هذه الاجتماعات على الموقف العربي الذي عبر عنه بيان مجلس الجامعة وقرارها في هذا الخصوص، ويجري التنسيق مع هذه المنظمات حالياً بحيث تتناغم المبادرات المختلفة وتصب في مصلحة السودان ووحدته واستعادة الاستقرار فيه. وبالتزامن مع قرار الأمم المتحدة سحب أطقم منظماتها الإنسانية العاملة في السودان، عقد وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعين طارئين في الأول من مايو الجاري لتنسيق جهودهم الرامية لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور وتمكين الجهات السودانية الوطنية وجمعية الهلال الأحمر السودانية من القيام بمسؤولياتها الصعبة والتنسيق مع الاتحادات الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية اللازمة. السادة الوزراء رؤساء ورؤساء الوفود، إن المبادرة السعودية الأمريكية بإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة يوم أمس 6 مايو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تستحق فعلاً منا الدعم، وأكرر مناشدتي بالتمسك بهذه الفرصة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه والانخراط الجدي في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ المؤسسات القومية من الإنهاء ويصون سيادته، كما أرى أنه لا يجب السماح بأن يستفحل الصراع الحالي أو أن يتحول بفعل التدخلات أو حتى بدونها إلى جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده وسيادته ووحدته الإقليمية، معارك سبق أن رأيناها ولا زلنا نعاني من نتائجها الوخيمة بل والكارثية في بعض دولنا العربية. إن تواصلنا لن يتوقف مع الحكومة السودانية ومع التيارات السياسية السودانية الرئيسية، سواء القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أو تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أو جبهات أخرى مختلفة. واتفقت المطالب المرفوعة من هذه القوى السياسية باختلافها على دعوة الجامعة العربية إلى التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال وتأكيد رفضها للتدخلات الخارجية ودعمها لعملية سياسية شاملة متوافق عليها، ودعوتها بتقديم دعم عربي عاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية. ومن الجيد أن مشروع القرار المطروح على المجلس قد تضمن كل هذه الأمور. السادة وزراء الخارجية، إن السودان اليوم في مفترق طرق، وكل ثقة بأن الدول العربية لن تدخر وسعا لمساندته على مواجهة تحدياته الصعبة للعبور نحو مستقبل أفضل يستحقه أهله الكرام ومساعدته. شكرا جزيلا. أشكر معالي الأمين العام على كلمته، وأعلن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية، وأدعو السادة ممثلي وسائل الإعلام للتفضل لمغادرة القاعة لنبدأ أعمالنا في جلسة مغلقة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا فعاليات الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي تطرقت إلى الأزمة السودانية، وسيبدأ اجتماع مغلق بخصوص الأزمة السودانية بعد انتهاء أو إغلاق هذه الجلسة
أمام وسائل الإعلام في هذه الجلسة الافتتاحية. أشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن مصر أكدت على عدد من المواقف وضرورة لجوء أطراف الأزمة السودانية للحوار، وأشارت مصر أيضا في كلمة سامح شكري إلى دعم مصر لكل الجهود الممكنة لحل الأزمة السودانية، وقال إن الأزمة أو إن العملية السياسية في السودان يجب أن تتسم بالشمول، وأيضا أكد على موقف مصر بضرورة تماسك مؤسسات الدولة في السودان، وأيضا قال إن مصر قامت بجهود مع الأطراف الفاعلة السودانية والعربية والدولية لمساعدة السودان للخروج من أزمته. أيضا أشار إلى مساهمة مصر في إجلاء أكثر من 4000 لاجئ أجنبي أو شخص أجنبي من السودان خلال أيام الأزمة، بالإضافة إلى إجلاء نحو 6000 مواطن مصري موجودين في السودان، بالإضافة إلى أيضا استقبال أكثر من 50000 لاجئ أو نازح سوداني من الأراضي السودانية حتى الآن. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع من على الحدود المصرية السودانية وبالتحديد عبر معبر قسطل مع زميلنا أشرف مبارك الذي يتواجد هناك. أشرف، بعد التحية لو تطلعنا على حركة المعبر لديك والجديد لديك في حركة المعبر اليوم. شهاب، حركة المعبر الذي تزور هذه الصورة هو دخول العديد من الشاحنات يعني والحافلات التي تقل المئات من اللاجئين من مختلف جنسيات العالم، أبرزهم يعني اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى هذه الحدود المصرية السودانية بكثافة في هذه الأوقات بعد السماح بالعبور لهم من قبل السلطات السودانية ودخولهم إلى الأراضي المصرية. بنتحدث أيضا عن يعني توافد كثيف لكافة منظمات المجتمع المدني هنا داخل معبر قسطل الحدودي. بنتحدث عن مجلس القبائل والعائلات المصرية دشن خيمة قام فيها بتوزيع العديد من الوجبات والمياه والأدوية لكافة العالقين والنازحين والراغبين في الدخول إلى الأراضي المصرية منذ دخولهم إلى الأراضي المصرية عبر البوابة السودانية. هناك أيضا مؤسسة حياة كريمة في هذه الناحية لديها بعض السيارات التي تقدم الدعم الصحي والدعم اللوجستي وبعض الأمور التي يحتاجها كافة النازحين. إذن كافة المؤسسات الآن تقوم بدور هام جدا داخل معبر قسطل الحدودي. يعني مؤسسة حياة كريمة كما أشرنا لديها العديد من السيارات التي تقدم الدعم اللوجستي والدعم الصحي لكافة النازحين. أيضا بنك الطعام والمصري أيضا حضر اليوم وكان له أحد الأفرع هنا داخل المعبر قسطل الحدودي لتقديم أيضا مثل هذه المساعدات سواء مياه باردة أو وجبات دافئة أو أيضا ما شابه ذلك. هناك أيضا الهلال الأحمر المصري مستمر أيضا على مدار الساعة في تقديم كافة عمليات الدعم من قبل كافة القائمين على هذه المؤسسة. إذن بنتحدث عن تكاتف كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الدولة المصرية يعني استقطاب وتقديم كافة الدعم لكافة النازحين والعابرين إلى الأراضي المصرية. هناك جنسيات مختلفة عبرت خلال الساعات الماضية، منهم 1900 من دولة نيجيريا والعديد من المواطنين من دولة الفلبين، بالإضافة إلى جنسيات أوروبية وجنسيات آسيوية أبرزهم من دولة الصين. هذه الحافلات سوف تخرج للتو بعد إنهاء كافة إجراءاتها وكافة الأمور الإدارية من صالة الوصول في معبر قسطل الحدودي، ومن ثم تخرج إلى الأراضي المصرية يعني الدخول بعد ذلك إلى منطقة معدية قسطل ومنها إلى منطقة أبو سمبل، ومن ثم السير نحو 100 كيلو متر حتى منطقة وادي كركر، وهذه المنطقة التي توقف فيها كافة الحافلات السودانية، وبعد ذلك يستقلون سيارات تحمل لوحات مصرية ومنها إلى محافظة أسوان التي تبعد عن منطقة يعني أسوان تبعد عن منطقة وادي كركر نحو 50 كيلو متر. بنتحدث أيضا عن يعني هناك دعم من كافة مؤسسات المجتمع المدني لمن جاءوا إلى محافظة أسوان لتوفير السكن اللازم لكافة العالقين والنازحين، وهناك أيضا ما يسمى بطريق العودة. يعني كنا نتحدث في الأيام الماضية عن اتجاه واحد لكافة العابرين والنازحين من الدولة السودانية إلى الأراضي المصرية، لكن بعد إغلاق كافة المطارات في الدولة السودانية أصبح هناك طريق آخر وهو طريق العودة من مصر إلى السودان عن طريق دخول بعض الجنسيات
إلى أو الجاليات السودانية في الدول العربية والأجنبية إلى الدولة المصرية، ومنها إلى معبر قسطل للدخول إلى الأراضي السودانية مرة أخرى، وذلك للإطمئنان على زويهم بعد اندلاع هذه الاشتباكات ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. هناك أيضا عمليات ميسرة جدا تقوم بها الدولة المصرية فيما يتعلق بالتأشيرات كما أشرنا في أوقات سابقة. هذه التيسيرات تتمثل في من هم دون 16 عاما وفوق 50 عاما بالإضافة إلى النساء. تحدث أيضا عن أمور خاصة بالأوضاع الصحية هنا داخل معبر قسطل الحدود، يتم تقديم الأدوية ما شبه ذلك مثل الأنسولين لمن هم لديهم بعض أمراض السكر. نعلم أن كان هناك نقص كبير في الأدوية داخل الأراضي السودانية، وهو ما دفع كافة القائمين على مستوى المجتمع المدني لتوفير أدوية السكر والضغط وحتى العبور إلى ما بعد هذه البوابة، وهي البوابة السودانية، لتقديمها لكافة العالقين داخل ما بعد البوابة السودانية. هو تعاون قائم ما بين الدولة المصرية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين، وخاصة وأنها رحلة استمرت يمكن لتسعة أيام. شكرا لك أشرف مبارك، كنت معنا مباشرة من معبر قسطل الحدودية بين مصر والسودان. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية عبر النيل مباشر على رأس الساعة، نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.